ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث قدم واجب العزاء إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود. وقد نقل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة تعزي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أمير منطقة الرياض، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مستذكرا سموه مناقب الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود ودوره في خدمة وطنه. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه النبيلة وتعزيه الصادقة والتي تعكس عمق المحبة والأخوة بين البلدين والشعبين، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين استمرار النهضة والازدهار.